السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، واهلا بيكم في البث الاسبوعي لقناه شوارعنا. وبالنسبه للناس اللي بتشوفني لاول مره، احب اعرفكم بنفسي. انا احمد، صاحب قناه شوارعنا. وقناه شوارعنا هي اول قناه مصريه على اليوتيوب بتقدم محتوى خاص بتصوير الشوارع والمعالم والاحياء المصريه، وبعمل بث مباشر كل اسبوع في اماكن مختلفه بناء على رغبه المتابعين. والنهارده احنا يعتبر ده تالت بث مباشر نعمله في شهر رمضان، شهر الخير. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله يعني عندنا جوله سريعه ولطيفه كده في امبابه، نشوف اشهر الشوارع اللي فيها ونشوف شكل الاجواء عامله ازاي. وطبعا الفيديو ده هيبقى يعتبر كده، بما اننا في رمضان فهيبقى تابع لسلسله فيديوهات شوارعنا في رمضان. هحط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اللينك بتاع قائمه التشغيل اللي فيها كل الفيديوهات اللي عملناها في رمضان واجواء رمضان تكون عاملة ازاي في مصر. وعاوز اوضح لكم كذا حاجة مهمة جدا، وهي اني انا بعمل البث المباشر علشان خاطر في ناس كتير بتطلبوا مني اولا، وثانيا علشان خاطر من خلال البث المباشر اعرف اتواصل معاكم. وعاوز اوضح برضو ان جودة التصوير اثناء البث المباشر مش بتكون احسن حاجة، والموضوع بسبب سرعة النت وملوش علاقة خالص بالموبايل او الكاميرا اللي بعمل منها اللايف. ودي كانت مشكله بتواجهنا دايما، ولكننا الحمد لله في الفتره الاخيره قدرنا نتغلب عليها وبقينا نعمل البث المباشر يوم الجمعه. احنا كده بنعمله الجمعه، عاده بنعمله الساعه 4:30 عصرا، ولكن في شهر رمضان عشان زي ما انتم عارفين موعدنا بتكون الساعه 10 مساء، علشان الناس بقى تكون خلاص يعني فطرت وصلت العشاء وصلت التراويح والناس بقت فاضيه يعني في الوقت ده عموما. والبث المباشر بقينا نعمله، وبعدين بيتشال من على القناه وبينزل تاني يوم اللي هو بيكون يوم السبت، بينزل بجوده تصوير افضل بكتير من حيث الصوت والصوره. وانا حاليا واقف يعتبر في كورنيش امبابه، وتحديدا عند يعني بصوا في شارع قدام العربيات بتدخل فيه، الشارع ده اللي هو شارع الطيار فكري زاهر، وفي على يمين هو يعتبر السور بتاع مستشفى حميات امبابه، يعتبر على شمالي بس مش هيبان من هنا اللي هو النازله بتاع كوبري الساحل، والناحيه التانيه ده يعتبر الكورنيش نهر النيل. واهلا بكل الناس اللي موجوده معايا، منوريني والله، مبسوط جدا ان انا موجود معاكم، اهلا بيكم جميعا. وعايز اقول لكم برضو ان انا كنت عامل فيديو كويس جدا لامبابه، شرحت يعني شرحت المنطقه بالتفصيل، شرحت جزء منها كبير يعني بالتفصيل، وكنت حاطط خريطه ووضحت اشهر الشوارع وعلاقتها ببعض وسبب التسميه وحاجات كتير كده. ويلا بقى عشان يعني الحمد لله العدد بقى كويس جدا، فيلا بينا. بس قبل ما يعني نتحرك، عايز ايه؟ السلام عليكم، اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وحشيني جدا. وده تالت بث مباشر نعمله في رمضان، وهنبتدي نتحرك دلوقتي حالا. الحمد لله العدد بقى كويس اهو يعني، فهنبدا نتحرك واسلم عليكم واحد واحد بس كده سريعا قبل ما نتحرك. شكرا جدا استاذ محمد عمر، استاذ اسلام، يوميات بسبوسه، استاذ نايف، استاذ محمد علي، استاذ وليد، علي الموسوي، استاذ محمد سمير، استاذ كريم، استاذ ريما، استاذ توفيق، صوت المدرج، استاذ محمد سمير، محمد الصوي. يلا بينا بقى يا جماعه نبدا كده ونتحرك. بسم الله. عندنا جوله يعني ايه هتبقى لطيفه النهارده ان شاء الله شويه كده يعني. وانا حاليا على كورنيش بابا، واهلا بكل الناس الموجوده معايا. زي ما وضحت يعتبر ده كده اللي على يميني نهاية سور مستشفى حميات امبابة، والشارع اللي على اليمين ده اللي هو شارع الطيار فكري زاهر. لكن احنا هنكمل على طول، مش هنخش من شارع الطيار فكري، احنا هنخش من الشارع الاشهر شوية من شارع الطيار فكري، وهو شارع طلعت حرب، شارع طلعت حرب امبابة، غير طلعت حرب طبعا وسط البلد اللي هو مشهور اوي يعني. طبعا الجزء التاني من الكورنيش على فكرة اتعمل فيه يعني بقى فيه كتير اوي. طبعا عندنا دار ياسمين اهو، عندنا نلاقي بقى في كافيه اهو، وبعد الكافيه نلاقي قاعات افراح اتعملت كتير قوي في الجزء ده اللي هو يعتبر على ايدينا الشمال اللي هو الكورنيش يعني. طيب انت ازاي حافظ كل المعلومات دي عن الشوارع؟ انت دارس تاريخ؟ لا انا مش دارس تاريخ، انا قاري تاريخ. وبعدين دي الخبره بقى، بيسموها الخبره. كوبري الجامعة؟ لا احنا مش عند كوبري الجامعة، كوبري الجامعة عشان نوصل له نفضل ماشيين كده على طول، هنعدي بقى من كوبري 15 مايو، وبعدين كوبري اكتوبر، وبعدين نعدي من قدام كوبري الجلاء، وبعدين الكوبري اللي بعديه يبقى كوبري الجامعة، وبعد الجامعة في عباس. اهلا بيك في امبابة، اهلا بيكي يا تيتا، تيتا بشرى مطبخ البسيط، اهلا بيكي. شارع الوحدة يا احمد بالله عليك، والله يعني انا هحاول، بس هو شارع الوحدة يعني ممكن يكون هحاول يعني هحاول ان انا ادخل في شارع الوحده النهارده ان شاء الله.
وانا يا جماعه الشارع اللي انا دخلته فيه الشارع اللي انا فيه حاليا ده، الشارع ده اللي هو شارع طلعت حرب، التقاطع اللي جاي ده اللي هو تقاطع العامل الاول والجزء بتاع حجر الاساس، في على شمالي هنا اهو الكرنك، محل الكرنك اللي هو الاساس في السيده. انا يمكن البث المباشر اللي فات كنت في السيده وعديت من عند الفرع الاصلي لمحل الكرنك ده، ليه فرع تاني هنا ومشهور برضو جدا هنا. واحنا لسه مكملين في شارع طلعت حرب ومبابة حيث والتكاتك، اكتر مكان بلاقي فيه تكاتك هو مبابة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جمعه مباركه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا يوسف، يا رب تكون كويسه وبخير. شارع الجامع، ما هو شارع الجامع مش هعرف ادخله بالعربيه طبعا، لكن انت ممكن يكون قصدك على شارع الجامع اللي هو شارع نادي مبابا الرياضي، لان هم بيقولوا عليه شارع الجامع. الشارع اللي انا فيه ده زي ما قلت ده شارع طلعت حرب. كده ايه، بصوا الجزء ده من الشارع هنلاقيه هادي شويه، لكن لما نطلع قدام هنلاقي الموضوع بقى صعب صعب يعني، وهنلاقيه زحمه و هيبقى مختلف شويه عن كده يعني. البوهي، حاضر ماشي. هو بصوا انا على فكره هوريكم النهارده يعني، هنشوف البوهي وهنشوف زكي مطر وهنشوف شارع الاقصر وبدايه الاعتماد والبصراوي والامام الغزالي، وعامل لكم جوله حلوه كده في امبابه. يمكن الجزء اللي انا ما صورتوش اللي هو ناحيه زكي مطر، وهننتهي في شارع بس بشتيل وهنشوف حسين مهران وكل الكلام ده ان شاء الله يعني. واحنا كده يا جماعه داخلين على يعني الجزء بتاع مطعم البرنس، بس هو يعني ايه بيكون قافل دلوقتي. العربيات طبعا البروبازات دي اللي بتقف في نص الشارع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استاذ حنان يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. المطعم هو قافل تقريبا في رمضان، على فكره معظم المطاعم الكبيره والمشهوره بتقفل في رمضان. هتروح مطار امبابة؟ لا احنا مطار مش ممكن، مطار نخليه وقت تاني يعني او مرة تانية، لان مش هيبقى طريقنا يعني. هو احنا كده يا جماعة في شارع طلعت حرب، هننتهي من طلعت حرب في شارع نادي امبابة الرياضي اللي في ناس بتقول عليه شارع الجامع يعني، لكن هو مش شارع الجامع. وهنخش يمين، هيبقى يمين اجباري، فهنخش شمال باب زكي مطر ان شاء الله. علياء عكاش، علياء مساء الخير، مساء النور استاذ نايف، صور فيديو مدان النهضه ان شاء الله. حاضر، عايز اجيب لكم الكاميرا كده هحرك لكم يمين وشمال بحيث ان انتوا تشوفوا الاجواء عامله ازاي. ومن اول هنا بقى تبتدي يعني هيبتدي الزحمه، وهنشوف امبابة الحقيقيه بقى، لان امبابة على فكره مشهوره يعني، يعني امبابة زي سوق كبير، وكانت من فتره برضو زي ما قلت قبل كده ان هي كان يعني مشهوره قوي بالملابس، كل اللي بيشتري هدوم بينزل امبابة يشتري هدوم، لكن الكلام ده من فترة كبيرة. دلوقتي كل حاجة اتغيرت، بصوا يا جماعة الشوارع الزحمة عاملة ازاي لو وريتكم الناحية التانية. خلينا احنا مكملين على طول. خالد بجبع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا احمد. هتروح من باب عزبة الصعيدة شارع الطناني، هنخليه مرة تانية بصور لكم ان شاء الله ترعة السواحل والطناني ان شاء الله. محل سرور، محل سرور على شمال اهو، مشهور طبعا محل السرور يعني. هنا بقى نبص على شكل المحلات على اليمين هنا اهي. مساء الخير يا احمد، عبد الله من الاردن، اهلا بك يا عبد الله منورني، واهلا بكل الناس اللي موجوده معايا. وزي ما قلت الحته دي يعني هنلاقيها زحمه شويه. مساء الورد استاذ احمد، عاشقة العندليب، اهلا بك يا هدود. ان شاء الله فيديو رائع، الله يعطيك العافيه. استاذ احمد، رمضان في مصر حاجه تانية، هنا في امريكا مفيش اجواء زي مصر. هو فعلا يعني شكرا جدا ليك اولا، وثانيا هو في مصر الموضوع مختلف تماما في كل حاجه يعني، رمضان في مصر فعلا حاجه تانية. كم درجه الحراره؟ والله مش عارف بالظبط، ولكن يعني الجو جميل يعني، تقريبا في حدود ال 20 درجه يعني في الوقت الحالي تقريبا يعني، مش عارف بالظبط بس تقريبا.
على فكرة يا جماعة، يعني انا قافل الازاز فالصوت مش قوي قوي هنا، لكن عايز اقول لكم لو فتحت الازاز كده زحمة واغاني وكلاكسات وميكروباصات. فخلينا ايه قافلين الازاز هنا عشان حتى صوتي يكون واضح شوية. مساء الفل، انت قربت من البرنس. انا عديت على البرنس. السلام عليكم يا ابن ارض الكنانه وام الدنيا من المدينه المنوره، تحياتي لك اخي الكريم. اهلا بيك يا شخصيه كاريزما، الاسم لك كانت شخصيه كاريزما. اهلا بيك واهلا بكل ارض، اهلا بكل اهل السعوديه منوريني دايما. السلام عليكم، منور يا احمد، الله يخليك يا استاذ ماجد، عامل ايه؟ يا رب تكون انت كويس وبخير. والاجواء عندنا امبابه زحمه قوي يا جماعه. احمد مساء الفل، اهلا بيك. سامعين؟ خلي بالك من نفسك، واذا مريت على طنطا ابعت سلامي لهم. حاضر، ماشي، ان شاء الله لو رحت لو سافرت طنطا ابقى اسلم لك عليهم ان شاء الله. انا ساكن في مبابة منور يا ابو حميد، انا جنبك. اهلا بيك يا محمد يا اهلاوي. كان في حد بيقول لي اللي هو عايز يجي في شارع الوحده، فما اعتقدش بالزحمه دي اللي انا هعرف اوصل للوحده والف وارجع تاني. بارك الله فيك يا اخي، الله يخليك. طبعا يعني الفيديو الصوره مش محتاجه وصف او كلام او تعليق. تحية مصر الحبيبة من العراق، أهلا بيك. أنا من بابا ساكن فيها دايما زحمة، بالذات النهاردة عشان الماتش. اه صح، النهاردة في ماتش النادي الأهلي، النادي الأهلي والنادي الرجاء المغربي. تحياتي ليك من مرسى مطروح، محتواك ممتاز وتعيشنا الأجواء كأننا معاك في العربية. طب الحمد لله. بس يا جماعة، وعموما فعلا الأجواء يعني زي ما انتوا شايفين كده. أنا بحاول أجيب لكم الشارع الشمال اليمين، ورب نعدي من الحتة دي عشان واقفين فيها بقالنا كتير. شكلك زملكاوي؟ لا انا ولا زملكاوي ولا اهلاوي ولا بنتكلم في الكوره، يعني بالتوفيق الافضل ومبنتكلمش في الكوره خالص. انت عالم يا سي احمد، الله يخليك، يعني شكرا جدا ليك، يعني مش فاهم المعنى قوي بس شكرا جدا ليك ولذوقك. انت للاسف اخترت توقيت كل الاهاوي والله، وانا يعني بعمل البث المباشر في رمضان الساعه 10، فيعني ما معرفش اصلا الماتش يعني هيبقى في توقيت، هيبقى الساعة 12 مثلا او كده. هو الماتش اللي ظبط نفسه عليا، والله مش انا اللي ظبطت نفسي عليه. المفروض نقدم طلب للاتحاد الافريقي ان هو يقدم الماتش شوية. معلش اصبر على الزحمة يا حمادة، والله انا صابر والله، يعني انا ما عنديش مشكلة، انا متعود على كده اصلا. تبقى جميلة الماتش الساعة 12 فعلا، هو فعلا الماتش الساعة 12، الماتش 12 هيخلص 2 يا دوب الناس تلحق تتسحر. يا رب نلحق نعدي ونوصل. عدي اتفضل عدي. لا يعني ما شاء الله يا جماعة امبابة يعني زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاج ان انا اتكلم. محتاج
كده يعتبر خرجنا على شارع نادي امبابة الرياضي. هو في الوش على طول شارع الجامع يعني في الوش، بس هو ممر ضيق كده مش هنعرف نوصل له يعني غير اذا كنا ماشيين على رجلينا. طبعا زي ما انتم شايفين امبابة بلد الدبابة. احنا عايزين نمشي بس نتحرك من هنا. ارحب يا استاذ احمد، ارحب يا استاذ سرحان، اهلا بيك. شارع الجامع الاهلي زحمه موت عشان العيد. فعلا هو شارع الجامع بيبقى زحمه طبعا عشان العيد موسم بقى وكده، بس احنا عايزين نعدي يا جماعه. منور يعطيك العافيه، الله يخليك يا استاذ سرحان. هو انت صورت المكان اللي انت ساكن فيه في القناه؟ والله بص انا ما بحبش يعني ما بحبش اقول اي معلومات شخصيه يعني. صوت الكلاكس كده طبيعي؟ لا انا كده قافل الازاز يعني، انا لو فتحت كده بص الصوت عامل ازاي. فاحنا هنقفل تاني عشان انا يعني. ازيك يا احمد يا مبدع من يومك، اهلا بيك يا استاذ حيدر. كل المحافظات، لا مش الكلام ده يعني، ناس كتير بتحب القاهره. وبعدين القاهره هي حتى يعني وان كان فيها زحمه فهي فيها اوبشن ان القاهره موجود فيها كل حاجه يعني، كل حاجه حرفيا موجوده في القاهره كل حاجه. كم الساعة عندك؟ أنا عندي الساعة 10:30 مساء يعني تقريبا. الجزائري أول من يسلم عليك، أهلا بيك وأهلا بيكم يا جماعة كلكم في امبابة. بحبك يا مصر. يا مصر بالصاد يعني. النهارده استاذ احمد متابعك من العراق، اهلا بيك واهلا بكل اهل العراق. جمالها في زحمتها، هو فعلا جمالها في زحمتها بس مش قوي كده. السلام عليكم، كل سنه وانت طيب وانت طيب وبخير، واهلا بكم يا جماعه كلكم. وانا حاليا في شارع نادي امبابة الرياضي، والشارع زي ما انتم شايفين وبما اننا في رمضان وفي موسم فبيبقى زحمه، وخصوصا الجزء يعني احنا كده بنبدا نبعد عن الزحمه. احنا كده متجهين لو كملنا على طول في الوش في النهايه هنلاقي شارع الوحده. شارع الوحده على فكره اسمه شارع ممدوح سالم، اسمه رسميا شارع ممدوح سالم، ومش كل الناس عارفين الموضوع ده حتى الناس اللي ساكنين فيه يعني. في ناس ساكنه في شارع الوحده ما يعرفوش ان هو اسمه ممدوح سالم. امبابه كلها نازله في الشارع؟ لا خالص. انت تعرف امبابه بس فيها كام مليون؟ مع القلب قريب من المكان اللي انت فيه، مع القلب يعني قريب ناحية الكتكات كده العجوزة. الحمد لله يعني بدأنا ان احنا نتحرك اهو، الدنيا ابتدت تبقى احسن. الصين محافظتها امبابة. لا هما بيقولوا على دار السلام الصيني الشعبية. ما كده ايه يعني الشارع اللي على اليمين ده اللي هو اللي قدام شوية اللي هو شارع طيار فكري. احنا ممكن نخش من هنا كده بقى على ايه؟ احنا بصوا يا جماعة على طول ده يودينا على شارع الوحدة زي ما قلت، لكن خلينا بقى ايه يمكن شارع الوحدة انا كنت مصوره قبل كده، خلينا نخش نصور اماكن ما صورناش قبل كده. على شارع زكي مطر. شارع زكي مطر ده من الشارع اللي بتبدا من هنا من نادي امبابة الرياضي وبينتهي في شارع بينتهي في شارع البوهة.
دبابة زي بغداد زحمة؟ ما اعتقدش يعني. ليه كده؟ ليه هو ايه ليه؟ كيفك يا احمد؟ كل عام وانت بخير، وانت طيب وبخير واهلا بيك. سهرة مع شوارعنا، اهلا بيك. على فكرة الشارع ده ما كانش كده يعني، ما كانش متسفلت اصلا، كان صعب شوية وفي تكسير جامد وكده، بس الحمد لله اللي هم سفلتوه، الحمد لله ان هم عملوا فيه مطبات برضو، علشان لو ما كانتش المطبات دي موجودة كانت التكاتك دي هتلاقوها بتطير يعني، بتطير حرفيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة جميعا، وأهلا بكل الناس اللي مشرفيني ومنوريني. وادي القهاوي أهي، يمكن زي ما قلنا النهاردة في ماتش للنادي الأهلي، فهتلاقوا بقى الناس كلها على القهاوي، خصوصا عادة يعني ماتش النادي الأهلي، وخصوصا الماتش المهم بتلاقي بقى الناس كلها في القهاوي، والقهاوي فرشة بره، والموضوع بيبقى شكله جميل يعني. مشكور اخي العزيز، كل سنه وانت طيب، وانت طيب وبخير. حاسب من التكاتك حاضر، والله بقدر الامكان بحاول ان انا حاسب من التكاتك. عمار يا مصر، عمار يا مصر فعلا. واحنا كده يا جماعه يعتبر داخلين على نهايه الشارع زي مطر، الشارع اللي في الوش خالص ده البومي، تمام. خلنا يمينا نروح على مكتب المحافظ بقى وشارع القومية، بداية شارع القومية، لكن احنا هنخش شمال في يمين عشان نروح شارع الأقصر، من الشوارع المشهورة جدا في امبابة برضو، وبيتفرع منه شوارع مهمة جدا زي ما قلت في الأول كده، زي شارع الاعتماد بيتقاطع مع شارع إمام الغزالي، بيتقاطع مع شارع المشروع، بيتقاطع مع شارع البصراوي، الشوارع المشهورة برضو جدا. واكيد طبعا ناس كتير سمعت عن البصراوي، بس يعني برضو مش كل الناس شافت البصراوي ده. يا جماعة كده البوهي اليمين ده يودينا على، يرجعنا تاني على يعتبر نهاية شارع الوحدة او بداية شارع القومية. احنا مكملين، والسور ده اللي هو يعتبر سور المترو، مجهود تشكر عليه، انت مبدع، شكرا جدا يا ياسر محمد. بس انا عارف نعدي من الحته دي، حد جاي عكسي اهو. مساء الفل يا استاذ احمد، تحياتي ليك. عبد الله من باريس، اهلا بيك يا عبد الله، منورنا يا عبد الله. تروح عند الحفريه داير يعني؟ مش لا مش هنوصل للحفريه داير دلوقتي. تعدى على كوبري تحيا مصر وتعمل عامل المتبرير، حاضر ان شاء الله بصور لكم كوبري تحيا مصر، بس بعد رمضان يعني، مش هينفع في رمضان خالص. يقول ابن خلدون ان من لم يرى القاهرة لم يعرف عز الاسلام. والله بص يعني انا مع المقولة دي جدا، بس يعني كنا ممكن نقولها في الحلقات اللي هي بتاعت القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية الحاجات القديمة دي اللي فيها آثار إسلامية جميلة وجديدة وكده. منور، الله يخلي منورك. واحنا كده يعني دخلنا على شارع الأقصر، هنلاقي بقى القهاوي زي ما قلت كده فرشة بره. وعموما على فكرة عايز أقول لكم إن الموضوع مش عشان الماتش بس، ده هو كده كل يوم، وخصوصا كمان في شهر رمضان الأجواء بتبقى جميلة ومختلفة جدا. واحنا جماعة ماشيين في شارع الأقصر، بنعدي السكة الحديد القديمة دي، اتمنى تكون الصوره يعني شايفينها دلوقتي كويسه، وتكونوا سامعيني كويس برضو،
وزي ما بنوضح برضو ان شاء الله البث المباشر بعد ما بيخلص يعني بشيله من على القناة وبنزله تاني يوم بجودة تصوير احسن والصوت بيكون واضح اكتر كده في شارع الاقصر زي ما قلت لكم. وهنلاقي دلوقتي يعني قدام هيجي على اليمين الدخلة او بداية شارع الاعتماد. شارع الاعتماد زي ما قلت من الشوارع المشهورة هنا هوريه لكم. شارع الاعتماد ده يعني بتخش فيه بقى من هنا بتلاقي الشوارع متفرعة منه يمين وشمال ارقام، كل الشوارع اللي فيها ارقام. لو دخلنا من هنا يبقى الشمال فردي واليمين زوجي، دي اسامي الشوارع او الشارع اللي جاي ده اللي على نصيته اتيلي شارع الاعتماد. الصورة واضحة طيب الحمد لله، وبكرة تكون واضحة اكتر. الشارع ده زي ما قلت يعني ده شارع عايز فيديو لوحده، شارع مشهور جدا وسالك هو على فكرة، يعني ممكن ندخله بالعربية بس يعني ايه، خلينا مكملين النهاردة في الاقصر. لسه هنروح نشوف تقاطع البصراوي، شايفين الجامع ده يعتبر عنده كده قريب منه تقاطع شارع البصراوي مع شارع الاقصر. والبصراوي يعني هو مش مجرد شارع بس، هو شارع ويعني ومنطقة كمان يعني. المشكلة ان التكاتك مش مديانا فرصة ولا نمشي ولا نقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم. نحاول كده بقدر الامكان ان انا يعني اهدي شوية وانا ماشي بحيث ان انتوا تشوفوا شكل الشارع افضل. من ابو ظبي سلام، اهلا بيك. اسرع القناة انك تمسح البث المباشر، والله مش عارف بس يعني مش عارف قوي او مش متاكد قوي، بس المهم عندي اللي انتوا تشوفوا. طالما وصلنا لحل ان احنا نعرف نخلي الصوره كويسه جدا فخلينا نشوفها كويسه جدا افضل يعني. ابص يا جماعه الشارع اللي جاي ده، ده شارع البصراوي يعني شمال تقاطع شمال ويمين، بس الجزء اليمين ده اللي هو مشهور اكتر. بص هتلاقوه زحمة عامل ازاي البصراوي. يمكن البث المباشر يعني ممكن يكون فصل دلوقتي، لكن ايه ان شاء الله لما يتزع تاني ان شاء الله بكرة الصورة هتكون كويسة ومش هتفصل خالص وهتبقوا سامعيني كويس جدا يعني. احنا لسه مكملين في شارع الاقصر، يمكن هيجي قدامنا على ايدينا الشمال دلوقتي برضو شارع من الشوارع المشهورة جدا في المنطقة هنا، وهو شارع او من المتفرعات المشهورة جدا من شارع الاقصر، وهو شارع امام الغزالي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة الاجواء جميلة جدا في رمضان في مصر تحديدا. شارع امام الغزالي الشارع اللي هو على شمالي حالا ده، بس يعني بنعتذر لو في ناس جاي عكس. شارع امام الغزالي اهو، اتمنى انه يكون واضح من هنا. نور النور كده بحيث ان الصوره تكون واضحه شويه او واضحه اكتر يعني. واحنا لسه في شارع الأقصر. شارع الأقصر ده من الشوارع الطويلة جدا، في يعني طويل طويل ومتفرع منه حاجات كتير يعني كده يعني غطيناه كله. بدأناه من أول البوهي وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل، بينتهي في شارع بشتيل. شارع الأقصر بيبدأ من البوهي وبينتهي في شارع بشتيل، وبنبقى قريبين كده من يعني من جامع فلفل. بس عمال يفصل ويجي يفصل ويجي مش واضح قوي، بس يعني ايه زي ما بوضح ان احنا ان شاء الله هنشوفه بكره ان شاء الله بجوده تصوير افضل. خلاص يعني الشارع الجزء ده منه يبقى سالك وفاضي فنمشي فيه براحتنا.
عايز اقول لكم ان يعني احنا لما بنخلص الشارع ده بيبقى عندنا كذا اوبشن ممكن بقى، يعني كذا كذا طريق ممكن نروح على كذا منطقة، ولكن انا ان شاء الله يعني هروح على منطقة، هروح على المهندسين. احنا التقاطع ده اللي هو شارع المشروع، هذا معايا على اليمين الشمال، بس هو يعني مش باين قوي من هنا عشان العربية زي ما انتوا شايفين دلوقتي. مكملين، وعلى فكرة يعني احنا ايه تقريبا قربنا نخلص البث المباشر وقربنا نخلص الفيديو عموما النهاردة، وان شاء الله بإذن الله يكون في فيديوهات تاني جاية كتير، وان شاء الله احنا بنتقابل كل اسبوع، الجمعة الجاية ان شاء الله تكون في رمضان هنتقابل برضو الساعة 10 مساء ان شاء الله بتوقيت القاهرة، وبعد رمضان هنرجع تاني للميعاد الطبيعي اللي هو بيكون في حدود الساعة يعني ما بين 4 و5 مساء. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتحب وبتدعم قناة شوارعنا، وشكرا جدا لكل الناس اللي عملت لايك للفيديو ده وللبث المباشر ده، و ايه كمان فكروني للأسف والله يا جماعة الكومنتات مش ظاهرة عندي كلها، فمش عارف ارد على كل الناس، يعني تقريبا الكومنتات معلقة وانا خلاص يعني يعتبر كده انا وصلت لشارع بشتيل، وزي ما قلت لو دخلنا يمين من شارع بشيل هنا هنوصل لجامع فلفل، ولكن انا هخش شمال وشوف جزء كده من شارع بشيل، ومن شارع بشيل هنخش على حسين مهران علشان خاطر نطلع على سفاري بارك ونطلع كوبري احمد عرابي وننزل على شارع احمد عرابي المهندسين، وهي على فكرة امبابة يعني بين امبابة والمهندسين هو يعتبر كوبري، كوبري عرابي ده تقريبا التوك توكين دول واقفين يعني بيتكلموا وناسين الشارع. طيب خلاص الحمد لله خلصوا الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه. اهلا بيك استاذ محمد من ايطاليا، اهلا بحضرتك منورني دايما. أستاذ نايف من السعودية، أستاذة سامية من مصر، أهلا بيكم يا جماعة كلكم منوريني والله. وأنا زي ما قلت لكم أنا حاليا كده في شارع بشتيل، شارع بشتيل ده نهايته خالص بنوصل لشارع مطار إمبابة، في الآخر خالص كده بنوصل لشارع المطار، ولكن أنا إن شاء الله بصوره لكم وقت تاني الصبح وأشرحه لكم يعني بشكل أفضل، وأنا تقريبا كده يعتبر خلاص يعني وصلنا لنهاية يعني تبقى النهاية، أو المشكلة إن والله الكومنتات كلها مش ظاهرة عندي، فالموضوع ده بيضايقني. الحمد لله إحنا عالجنا موضوع الصورة، بقينا نعرف نخلي اللايف الصورة بتاعته أفضل بكتير، خلاها كويسة ما بتقطعش الصورة والصوت كمان، ولكن مشكلة الكومنتات اللي لسه بتواجهنا، لكن إن شاء الله بإذن الله نحاول نشوف لها حل الفترة اللي جاية. وزي ما قلت اللي إحنا فيه ده اسمه شارع بشتيل، وهنخش يمين على شارع حسين مهران اللي خرجنا على طول على سفاري بارك، سفاري بارك ومن جنب سفاري نطلع الكوبري ننزل على المهندسين على طول. انا بحاول ان انا اخلي الكومنتات تبان لكن للاسف مش عارف والله.
والحمد لله يا جماعة يعتبر خرجنا خلاص اهو، خلصنا شارع حسين مهران ورجعنا تاني على طريق كوبري احمد عرابي، الطريق اللي هو هيرجعنا تاني للمهندسين. ويعني الاتجاه اللي انا همشي فيه ده زي ما قلت هنطلع الكوبري هننزل المهندسين، وفي الوش اهو السفاري بارك طبعا حديقة جميلة وفيها حاجات كتير، وفيها قاعة افراح، فيها اماكن تصوير، وفيها يعني ملاهي للاطفال وحاجات كتير زي كده. واللي في وشي حالا ده يبقى كوبري احمد عرابي زي ما قلت، هينزلنا على المهندسين على طول على شارع احمد عرابي، نطلع كوبري ننزل على شارع احمد عرابي، والاتجاه المعاكس ليا اللي هو هيودينا للدائري. يعني انا لو لفيت ورجعت تاني بيتمشى عكس هنوصل للدائري، وفي طلعتين على فكره للدائري من ورا، طالعه اليمين تودينا على الوراق والشمال تودينا يعني اتجاه الهرم. وان شاء الله باذن الله زي ما قلت هيكون في فيديوهات تانية جايه كتير، وما تنسوش تشتركوا للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تغطيه كل شارع مصر. وشكرا جدا لكل الناس اللي كانت موجوده معايا في البث المباشر النهارده، بشكركم جدا وبعتذر لو كان قطع بعض الشيء كده يعني. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتحب وبتدعم قناه شوارعنا، والناس اللي دايما بتقول كلام كويس، والناس اللي بتحفزني، والناس اللي بتحاول تدعمني بكل الطرق، شكرا جدا ليكم. وان شاء الله يعني انتظروني في فيديوهات تاني جايه كتير مع قناتنا وقناتكم قناه شوارعنا.